ثم تعادل المتصدر الرمث مع الجزيرة بهدف لكل منهما التعادل الذي حقق اللقب الغائب لنحو 40 عاما على جماهير الرمث. مراسلنا في الأردن محمد قدري حسن مع كل التفاصيل. كان عشاق الكرة الأردنية على موعد مع مباراتين حاسمتين على لقب دوري المحترفين. الرمثة المتصدر حل ضيفا على الجزيرة سابع اللائحة، والوحدات حامل اللقب استضاف العقبة ثامن اللائحة. قبل 4 عقود كان الرمث أول من ينقل لقب دوري المحترفين خارج العاصمة عمان، ها هو ومن جديد يعود إلى عمان باحثا عن تعادل يكمل به الأفراح والليالي الملاح. وعينا على الدنيا وعالدنيا وعينا وحب الرمث عايش فينا تجنب الوا أو علي فينا يا رب من حبه لا تشفينا. نقول لنادي الرمثة أبطال الدوري إن شاء الله ألف مبروك، دوري بعد 39 سنة يستحقوه شباب الرمثة عن جدارة، لعبوا لعب أشاوس يعني خلال الدوري كامل. لا شيء يعني يوصف هذه اللحظات اللي بنعيشها، 40 سنة الرمثة بعيد عن كأس الدوري، ولكن الحمد لله جهود الجميع تضافرت وصلنا لهذه اللحظة وشمل الكأس شمل. جماهير الرمثة عاشت على أعصابها بعدما تقدم الجزيرة بهدف رأسي لحمزة الصيفي عند الدقيقة الثانية والـ50. الصيفي فعلها، لكن الرد الرمثاوي جاء سريعا وبعد 5 دقائق فقط عن طريق محمد أبو زريق المعروف بشرارة. الشيف الماهر، الطباخ الماهر، الشرارة أبو زريق ولعها، الملعب ولع ولع. حقيقة الفوز هذا فضل من رب العالمين، الحمد والشكر لك يا رب، وبنشكر كل الجماهير اللي أجت أزرتنا اليوم بالمباراة. الدوري بصراحة أقول الرماثي بفض البال، رجال قاتلنا تكاتفنا كنا إيد واحدة، وبرجع بحكيها وحكيتها كثير، البطولات تحتاج لأفعال وليس لأقوال. تعادل بطعم الفوز رد به الرمثة على خمسية الوحدات في شباك العقبة ليأتي الحسم رمثاويا بفضل فارق المواجهات المباشرة، بعدما كان الرمثة الوحيد الذي هزم الوحدات حامل اللقب ذهابا وأيابا. أفراح غزلان الشمال امتدت من عمان إلى الرمثة وباقي المحافظات، وأمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة حرص على أن يكون على منصة التتويج وعلى أن يكون أول المهنئين لمن أنهى احتكار أندية العاصمة للقب على امتداد 40 عاما. نبارك للرمثة، نبارك لكل أقطاب الكرة الأردنية، اتحاد وأندية وجمهور، والحمد لله اليوم كل هاي الظروف نقيم مثل هذه المباريات، نستضيف مثل هذه المباريات، أكيد شيء مهم. هكذا إذن اكتملت أفراح الرمثوية باستعادة زعامة الكرة الأردنية، وبدأ الحديث عن رغبة رمثوية باستعادة المشاركة في البطولات العربية وكذلك القارية. لبرنامج صدى الملاعب MBC محمد قدري حسن، أجواء احتفالات فريق نادي الرمثة باستعادة زعامة الكرة الأردنية.